نرجو منك مشاهدة الفيديو إلى النهاية. قصة اليوم عن دهاء ومكر النساء. ذات يوم جاءت امرأة إلى مجلس يجتمع فيه التجار ويأتون من كل مكان لتسويق بضاعتهم والاستراحة في ذلك المكان. أشارت المرأة بيدها فقام أحد التجار إليها وسألها عما تريد قائلا: خير إن شاء الله. فقالت المرأة: أريد خدمة، والذي يخدمني سوف أعطيه 20 دينار. فسألها الرجل عن نوع الخدمة فقالت: زوجي ذهب إلى الجهاد منذ 10 سنوات ولم يعد حتى الآن ولم يأتي عنه أي خبر. فقال الرجل: الله يرجعه بالسلامة إن شاء الله. قالت الزوجة: لكنني أريد أن يذهب أحد معي إلى القاضي ويخبره أنه زوجي ثم يطلقني، لأنني أريد أن أعيش مثل باقي النساء الأخريات. فقال لها الرجل: سأذهب معك. وبالفعل انطلقا معا إلى المحكمة، وهنالك وقفا أمام القاضي. فقالت المرأة: يا حضرة القاضي، هذا زوجي الغائب عني منذ 10 سنوات والآن يريد أن يطلقني. فسأله القاضي إن كان زوجها، فأجاب: نعم، إنه يريد الآن أن يطلقها. فسأل القاضي المرأة إن كانت راضية بالطلاق، فقالت: نعم يا حضرة القاضي. فقال القاضي: إذن طلقها. قال الرجل: هي طالق. فابتسمت المرأة قائلة: يا حضرة القاضي، رجل غاب عني 10 سنوات ولم ينفق علي ولم يهتم بي، أريد نفقة 10 سنوات ونفقة الطلاق. عاتب القاضي الرجل قائلا: ولماذا تركتها كل هذه المدة دون أن تنفق عليها؟ أحس الرجل بالمشكلة التي أوقع نفسه فيها، وقال في نفسه: لو أنكرت الآن لجلدوني وسجنوني، أمري كله لله. وقال للقاضي: كنت مشغولا ولا أستطيع الوصول إليها. فحكم عليه القاضي بدفع 2000 دينار نفقة للمرأة. ولم يجد الرجل مفرا من الدفع، ثم انصرفوا من المحكمة، وأخذت المرأة 2000 دينار وعطته 20 دينار. الرجل أراد فعلا يظنه خيرا، ولكنه وقع في مشكلة لا يستطيع أن يبوح بشيء، وإلا السياط نزلن بظهره وسمعته بين التجار ستسقط.